يشارك المخرج خالد يوسف في احتفالية سويسرية بسينما الربيع العربي تقام في مدينة بازل السويسرية بمشاركة مخرجين ونقاد وصحفيين من مصر وتونس والجزائر. وتتضمن الاحتفالية عروضاً لأهم الأفلام في السنوات الماضية، وسيتم عرض الفيلمين المصريين هي فوضى لخالد يوسف والراحل يوسف شاهين وعين شمس لإبراهيم البطوط. خالد ينتظر عرض فيلمه كف القمر في عيد الأضحى القادم بعد أن تم عرضه في افتتاح الدورة 27 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. بلد فيها حكومة، الحكومة دي هي أنا. في قانون واحد بس، قانون حاتم، اطلع بطاطس. فين الفلوس؟ أنا ممكن أتخيل نفسي في حضن أوتوبيس عشان أخلص من الكابوس بتاعك ده. إيه رأيك في نيويورك؟ بيطلع لي في كل حته زي العفريت، مش هحمر ومش هكسف وهقول لك على كل اللي في قلبي. عارف نسيت انها مدمنة مخدرات؟ البنت بتاعك ده عضم طري عرقش غصب عني، لما بزهق ببقى وحش. وحش على نفسك، هي خرفتك ولا حكمت عليك؟ ما تكلمنيش، احترم البدله اللي انت لابسها بدل ما اقلعها لك. اقلعها لمين؟